وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مهما كنت مؤمنا، مهما كنت صادقا، مهما كنت على الصراط المستقيم، فإن هنالك تخوف عليك، وهو أن تنحرف عن الصراط. كثيرون من الذين كانوا مع رسول الله أو مع الأنبياء الذين سبقوا وكانوا على صراطهم وقاتلوا معهم انحرفوا فيما بعد. فكيف يمكن أن تضمن أن تبقى ثابتا على الصراط ولا يشط بك الطريق ولا تنحرف؟ طبعا بعد الطلب من الله عز وجل، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، تطلب ذلك من رب العباد أن يثبتك على الصراط. ولذلك نحن نتلو سورة الحمد في كل صلاة. سورة ثانية يمكن تبدلها، تقرأ توحيد غير توحيد، كوثر أو أي سورة، لكن سورة الحمد نكررها في كل صلاة، لأنك تطلب من الله أن تبقى على الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ليش الله ما هداك؟ أنت الآن على الصراط المستقيم ما دمت تصلي. لا، التخوف أنه أنت على الصراط المستقيم ولكن تنحرف فيما بعد. حتى النبي كان يطلب من الله أن يبقى على الصراط المستقيم. تحتاج إلى أمرين أساسيين، ضعهما في بالك. الأمر الأول، أنك إذا أردت أن تقدم على أمر تدبر عاقبته، انظر للعاقبة لتشوف أنت الآن تقدر على شغلة معينة فتقدم تجازف، لا تسويها، فكر في العاقبة. فكر في العاقبة بأمرين. الأمر الأول، أن من يعصر البصل لا يحصل إلا على عصير البصل، مو عصير التفاح. الذي يعصر التفاح يحصل على عصير التفاح مو عصير البصل. شوف هذا عملك، هل هو عمل جيد أم سيء؟ إذا سيء فالنتيجة سيئة، وإذا حسن فالنتيجة حسنة. والأمر الثاني معنى التدبر في العاقبة، أن ترى غيرك من الذين سلكوا الطريق، إذا كانوا على الصراط المستقيم إلى أين وصلوا، وإذا كانوا على صراط غير مستقيم لوين وصلوا. يعني يمكن تقول هذه مسألة بسيطة. لا، مو بسيطة. شوف الحكام حينما يمتلكون السلاح فإنهم يغزون بلاد الآخرين، عند قوة، عند قدرة. أعتقد أن حاكم هذه البلاد لمدة 30 عاما، مو يوم ويومين، مفروض عنده تجربة، لكن ما فكر في العاقبة. غزا جارته الكويت، صدع، عند قوة، عند قدرة، خلال 2 3 4 ألغى الكويت كدولة من الجغرافيا، صارت الكويت محافظة رقم 19. لو كان شوية يفكر في الذين غزوا قبله،
من الحكام، من المستبدين، من الخلفاء. لوين وصلت النتيجة؟ لوين؟ لو كان لم يكن يفعل ما ذلك، لكن عنده قوة وقدرة، يلا خلينا نروح. زين. الأمر الثاني والمهم بعد التفكير في العاقبة، وأعود إلى هذا الأمر على المستوى الفردي، على المستوى الجمعي، على معصية بسيطة من معاصي الله، على المعاصي الكبرى. شوف الأفراد اللي عندهم قوة وقدرة بسرعة يقتلون. القتل صاير عادي، صار خلاف مع بينه وبين صاحبه على ملك، على مال، اختطفه وقتله، قتل بسيط. الإمام علي في البصرة صعد المنبر وقال: ويلكم يا أهل البصرة، استفزعوا القتل. ليه تعتبر القتل بسيط؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا بسيط بالنسبة لك، بس تضغط على المسدس وتطلع رصاصة الكبرى، بس ذاك يموت، ذاك يموت يصير شهيد، وانت تصير قاتل، اما تدخل في السجن واما تدخل في القبر. قالوا واحد في اليوم ده يمشي بالسوق، كان ده يمشي في السوق، شاف فد واحد بقال عطار ما ادري، نكت عليه، حجة عليه. سابقا كان الموازين يخلون في وزن كيلو، نص كيلو، ربع كيلو، لعله في بعض المناطق إلى الآن هذا موجود. هذا الشال الحديد اللي كيلو وزنه، قال أضربك بيها؟ قال لا يا عمي، إذا ضربتني بيها أنا متعاركت وياك، واحد من عندنا يروح بالقبر واحد يروح بالسجن، أهلي ينتظروني بالبيت، أقدر أروح أتغدى عندهم، ما يحتاج، ما تحدى، تنازل. إلا أن تتدبر في العاقبة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاءه رجل قال استوصني، اعطيني وصية يا رسول الله. فقال له النبي: إن وصيتك تعمل؟ قال نعم. ثلاث مرات كرر عليه تعمل؟ قال إيه. قال: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأمضي، وإن كان شرا فانتهي. فكر عاقبته شنو، هاي الخطوة الأولى وراها شنو، الخطوة الأولى وراها خطوة ثانية، خطوة ثالثة، خطوة رابعة. أحيانا تجد أن أحدهم يقتل صاحبه على مكان السيارة، الباركينج، الجراج، إذا يقف يوقف سيارته، ذاك يجي يوقف سيارته، صار عركة بيناتهم، واحد يقتل الثاني. العاقبة شنو؟ نتيجة هذا اللي يقتل صاحبه على مكان السيارة أن يؤخذ، يعتقل، يحاسب، يحاكم، يغرم، يسجن، يقتل. على شنو؟ خليه يوقف سيارته في مكان سيارتك. أن تكون المظلوم وتحمل من أخيك، تحمل. النبي عيسى بن مريم حينما بعثه الله عز وجل ورأى أن حلقات العنف ده الدور، عنف وعنف مضاد، هذا يسب صاحبه، ذاك يسبه، هذا يضربه، ذاك يضربه، هذا يقتل، هذا يقتل، راد هاي الحلقات يفتتها، هاي الحلقات يطلع الناس من عدها. شنو قال له؟ قال لهم: إذا ضربك أحد، طبعا أحد من المؤمنين من الصالحين مو من الطغاة، إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر، وإذا سخرك ميلا فامش معه ميلين. يقال أن هارون الرشيد اللارشيد العباسي كان يمشي بالشارع، شاف جماعة ملتفين حول واحد، قال هذا شنو؟ قال هذا بهلول. شو يسوي بهلول؟ يبيع نصائح. قال جيبوه.
أجوا علي قالوا الخليفة يريدك، قال أنا أخو ما أريده، إذا هو عنده شغل وياي خليه يجي علي. فهارون اضطر يروح يمه، قال ايش تبيع للناس؟ قال أبيع نصائح. قال تبيع لي؟ قال إيه. قال أبيع لي نصيحة؟ قال بألف دينار. تدري ألف دينار ذاك الوقت تشتري ببيت وتتزوج وتشتري لك فرس، ألف دينار مو شيء بسيط. قال له بألف دينار. قال يلا قل لي. قال لا، أول يعطيني الفلوس، أنتوا الحكام غدارين كذابين دجالين. أقول لك النصيحة؟ تقول لا ما أريد، بس أنت سمعت النصيحة. أول شيء تعطيني ألف دينار. الطال ألف دينار. قال له قال رسول الله إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأمضي وإن كان شرا فانتهي. قال أخو هذا رواية تقرأت لي. قال خلاص، قلت لك أنتوا غدارين، بس ألف دينار خلاها بجيبه بهلول. هارون لأنه صرف فلوس على هالنصيحة ألف دينار، أمر بأن هذه النصيحة تكتب ووضعها في غرفة نومه، ويا ليته عمل بها. ما عمل بها، وإلا ما كان اليوم ملعنة لملايين من الناس. خلى في غرفة نومه. دول الأثرياء الحكام عادة اللي يجي يزين له يجي في بيته، هو خميره عند الحلاق، عند فد واحد يزين شعر هارون. جماعة تآمروا على هارون مثل ما هارون تآمر على غيره، هي كلها كانت الشكل. هذا يقدر يقتل صاحبه يقعد مكانه، وحتى في بعض المناطق الأخو كان يقتل أخوه ويقعد مكانه. هذه دولة الإمارات، هذا كان الأخو يقتل أخوه يصير مكانه قبل ما تصير دولة الإمارات. فالإنجليز فيما بعد شافوا توم دي يتعاملون ويا هذا قتله، فقرروا قانون القاتل لا يحكم، ما دام هو قاتل ما يحكم، فتوقف القتل بينهم. وإلا الأبو يتآمر على ابنه، الأخو يتآمر على أخو سلطان. آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب السلطان، حب السلطة. والدي كان ينقل حديث أنا ما شايفه، كان يقول كل نفس أضمرت ما أظهر فرعون. فرعون ما قال أنا ربكم الأعلى، كل نفس أضمرت هذه الفكرة. في داخلك طاغوت متكبر متجبر، وفي داخلك ملاك لطيف عفيف. شوف أنت تستجيب لأي واحد من عندهم. إجوا قالوا أحسن شيء نخلي هذا الحلاق ما له يقتله. أنا أقول عادة للحلاقين أنتم أكثر الناس أمنا وأمانا، إحنا نقدم لكم رقابنا وبيدك الموس، ومدى نشوفك من وراء يمكن تقطع الأوداج هذه وخلاص، بس ما تسووها. حلاقين ما يسووها عادة. اتفقوا وياه نعطيك 5000 دينار مسبقا، 5000 دينار فيما بعد إن قتلت هارون. قال ما يخالف، 10000 دينار مرة واحدة يصير ملياردير. فيوم اللي طلب هارون أنه تعال زين لي، راح بس ما قعد، شاف إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. قال زين أنا إذا قتلت يا أخو الجماعة ما يخلوني سالة. 5000 أخذت، 5000 الثانية طارت من عندي، وبعدين يأخذوني ويقتلوني. فهو دا يناقش ويا نفسه، شلون عمر بن سعد صار حوار في داخله بين فطرته وبين وجدانه وبين طمعه في ملك الري. من الليل للصبح دا يقول شعر حسين بن عمي والحوادث جمة، لا 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 ما أسويه، ابن عمي هذا شلون أقتل ابن عمي رحمي، والحوادث جمة بيني وبين الحسين هواي أشياء.
اثنيناتهم كانوا بالكوفة، ولكن اللي في الري هذا الشيطان. احنا عندنا نفسان، نفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة. إذا شفت شيء سيء ما تستشير نفسك الأمارة بالسوء، استشر نفسك اللوامة. إذا سويتها شوف نفسك شو تقول لك. إذا سويتها استشر نفسك اللوامة. الذين يقتلون بسهولة يقتلون، لكن أول ما يقتل المرء يندم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تورث الندم، والقتل في رأسها. فقام يفكر ويا نفسه، أشوف قام يبدل لون. هارون شاف عنده اضطراب، قال له ايش بيك؟ قال له ما في شيء. قال له شوف، إذا بتقول لي أضرب عنقك. شاف ورطة، إن سواها يضرب عنقه، إن ما سواها يضرب عنقه. قال أقول لك الصدق، متأذيني؟ ما تسوي لي شيء؟ قال لا ما أسوي لك. قال جماعة متآمرين وقالوا لي أقتلك، وطوني 5000 و5000 فيما بعد. هارون قال صدق، كان يسوى أعطيت 1000 دينار. اشتريت هذه العبارة، إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأمضي، وإن كان شرا فانتهي منه. أنا أتذكر كنا في الكويت، قرأت في جريدة أن أحدهم كاتب رسالة لصاحب الجريدة ومتمنى عليه أن ينشرها. قال يا جماعة، رحت إلى هونغ كونغ وقضيت ليلة حمراء واحدة، جاي مصاب بمرض الإيد. والله ترى يا جماعة ما يسوى أي معصية من المعاصي، ما دام هي معصية، ما دام حرام، فإن له عاقبة مو زينة، مو عاقبة جيدة. هذا الأمر الأول، حتى نبقى نضمن طبعا بعد الطلب من الله والتوفيق من الله عز وجل، أن نضمن أن لا ننحرف عن الطريق، عاقبتنا ما تصير سيئة. شوف من الأدعية اللي يدعو المؤمنون بعضهم بعضا، الله يجعل عاقبتك بخير. كلش دعاء مهم، ساعة الموت أنا أموت، شلون أموت؟ هل أموت وأنا على معصية الله؟ هل أموت وأنا على طاعة الله؟ الأمر الثاني، اتخذ لنفسك قدوة وأسوة. فد واحد خلي قدامك كل هذا أسوتي في الحياة، قدوتي في الحياة. من الذين سبقوا، ليش سبقوا؟ لأن الذين سبقوا انتهوا إلى خير. يعني احنا ما كنا في عهد الانبياء، ولعل بعضنا اذا كان في عهد النبي لانقلب على النبي، بس النبي مالنا منذ البدايه واصحابه الخلص الى نهايه حياتهم كانوا على الصراط المستقيم. هذول يستحقون ان يكونوا اسوه للاخرين، قدوه للاخرين. انا اضرب لك الليله مثالين. واحد مثال الحر، الحر بن يزيد الرياحي، من حجج الله يوم القيامة على أهل الكوفة، رجل عظيم، أول من خرج على الحسين وأول من تاب من فعلته، أول من خرج وأول من تاب. لنفترض عملت معصية، تراجع توب. واحد قال سيدنا يعني معصية وتوبة ومعصية وتوبة إلى متى؟ قلت له إلى الأخير. الأفضل يوم القيامة تجي وصحيفة أعمالك معصية وتوبة أو معصية بلا توبة، لأن من جملة الأشياء اللي يعملها الشيطان، صلوا على محمد وعلى محمد. يعملها الشيطان أنه يدفعك إلى المعصية بعدين يأجل التوبة. خب الآن لا، بعدين. أتذكر أيام كنا في البحرين، واحد من الشباب الله يرحمه برحمته الواسعة قنعناه يروح للحج. أنت مستطيع وعندك فلوس، روح للحج. فراح للحج، لما رجع هواي قام يعاتبه من أصدقائه، شكوا عندك رايح للحج. فجمعت هذول الأصدقاء ماله، قلت لهم ليش تعاتبه؟ قالوا سيدنا احنا بعدنا شباب،
زين شباب يعني شنو؟ قالوا يعني احنا بعدنا شباب، اذا رحنا الحج لازم نتوب. قلت عجيب، عندكم نية على المعصية دائما؟ بعدك تريد تعصي فما تروح للحج؟ اللهم فإن عدت فعد عليه. الحر أول من خرج على الحسين وأول من تاب. أنا أعتقد بحسب الكلمات التي موجودة من الحر أنه كان قبل المعركة تاب، لأنه جاء إلى عمر بن سعد قال أمقاتل أنت هذا الرجل؟ تريد قاتله؟ قال إيه، حتى تسقط الرؤوس وتطير الأيدي إلى النهاية. قال ما لك فيما عرض عليكم؟ عرض عليكم أشياء. يرجع إلى المدينة، يروح إلى الكوفة. الإمام الحسين أتم حجته على الجماعة وكان يقترح عليهم اقتراحات حتى لا تقع المعركة بينه وبينهم. الأئمة الأنبياء ما يريدون القتل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فترة من الزمن كان ممنوع عليه أن يشن الحرب، إلى أن نزلت الآية الشريفة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وبقي بعد أن شنت عليه الغارات وهجروه وقتلوا أصحابه سمية وياسر تحت التعذيب وإلى آخره، رب العالمين أذن له بالقتال. وفي كل معارك النبي 73 معركة لم يقتل من الطرفين إلا 500 واحد. 500 واحد. اليوم في طلعة طيران تقتل لك 1000 واحد. قنبلة النووية رموها 250 ألف انقتلوا، 50 ألف نفس اللحظة والبقية فيما بعد. اليوم يتنافسون على صناعة القنابل، قنبلة زنتها 500 رطل، 1000 رطل نووية، ويهدد ويقول قتل عدهم عادي إزهاق الأرواح. إحنا ما يجوز لنا نذبح لنا طير أو خروف والله خالق هذا الطير وهذا الخروف اللي حتى أكل لحمة، إلا إذا توجهت إلى الكعبة ذكرت الله وذكرت اسمه، يا رب أنت سمحت إلي فأذكر اسمه حتى إلي حق أنه أذبح. شنو يجوز لك أن تقلع الشجرة مثمرة؟ لا يجوز. أن تقتل حيوان، حتى في الروايات عندنا حشرتين لا تقتلوهم، النمل والنحل. عمي هذا النمل مأذيني في البيت. ترى ماكو حضارة تقوم إلا مع وجود النمل. اسألوا الذين يبنون المدن، المهندسين مو اللي يبني بيت وما بيت، لا يبني لمدينة لابد أن يختاروا أرضا يستطيع النمل أن يعيش فيها. النمل شي يسوي؟ هذه أوراق الشجر تتساقط في الخريف، حيوانات تموت، حشرات، زبالة، كذا. من اللي هذا كله ينظف ويرتب؟ النمل. النمل ما لك حق تقتله، طبعا مو حرام إذا كان يأذيك، ولا النحل اللي يعطيك العسل فيه شفاء للناس. حر لما سمع هذا الكلام الرجال مصمم يريد يقتل، كان عنده بقايا ضمير. شوف إخواني، لتقضي على فطرتك وضميرك، الإنسان اللي يرتكب جريمة يعني بين أحد أمرين، إما أن يتوب، وإذا كانت الجريمة بحق غيره من الناس لازم يعوض الشخص اللي عمل الجريمة بحقه، وإما بعد يرتكب جريمة زيادة، يرتكب جريمة ليش؟ يريد يسقط ضميره، تأخذه العزة بالإثم. ليه أنا؟ بنو أمية كانوا يتفننون في الجريمة لأن وجدانهم فطرتهم كانت تقول لا، هذا ابن بنت نبيك أول الصبح في السجدة، ما الذي قلت عمر بن سعد وكل جماعته؟ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. شلون نقتلهم؟
قال له ما يصير. قال له ما فيما عرضه عليك عليكم؟ قال لكم، أعطاكم خيارات. قال له إذا كان الأمر إلي كان في مجال، لكن أميرك، أميرك لا يقبل. يعني عبيد الله بن زياد الحر فكر هذا أميري وأميرة إلا مو أميرة لي. الحر فعلا كان عند يعني كان حر كما قال الإمام الحسين، كان ما يريد يكون تحت اختيار عبيد الله بن زياد، فهو خاف يمنعه. اجى شوية شوية ابتعد، فقال لصاحبه هل سقيت فرسك؟ الحرب خدعة. هو شنو فكر؟ فكر يريد يسقي فرسه. قال لا، فطلع راح وجاء عند الإمام الحسين وتاب. وحسب الظاهر أول من قتل في صحراء كربلاء كان هو الحر، لأن الحسين قال له انزل، قال لا أنا لك فارس خير مني لك راجل، خليني أروح. غسل عار الجريمة بالدم، لأن الجريمة كانت كبيرة. الجريمة انتهت إلى مقتل الحسين، لكن في الوقت المناسب تاب. حقيقة هذا الحر بن يزيد الرياحي خوش مثل، خوش أسوة لكل من يعصي معصية صغيرة أو كبيرة. يوم اللي تشوف نفسك بين ملهات وجريمة لا تختار إلا ما اختاره الحر. وهذه حدث لأحد أصدقائنا كان مسؤول عن الذبح الحلال لأحد الدول الإسلامية، وكانوا يشترون مئات الألوف من الأطنان من اللحم يذبح على الطريقة الإسلامية، قاعد هو في دولة أوروبية. هذا الرجل نقل لي قصته وأنا في بيته. قال عادة التعامل مع هذه الدول تعامل مع شركات، مع مؤسسات، مو مع الأفراد. فأنا الذي أختار المكان اللي يصير المذبح باتجاه القبلة مو باتجاه القبلة. أنا ما شايف المسؤول الأساسي مال هاي الشركة اللي تبيع لنا اللحم. فديوم اتصل قال أنا فلان أريد أزورك. خير، ذول ما عندهم عواطف، معاملات تجارية، عواطفهم الإسمنت. إيش عجب يريد يجي يشوفني؟ أهلا وسهلا، اعطيته وقت إجاني البيت. قال قاعد هنا، قال لي إحنا عندنا لحم بالسفن أو في سفينة كذا 1000 طن من اللحم ما مذبوح على الطريقة الإسلامية، شنو رأيك جايب لك الأوراق وأنا وأنت فقط هنا، وقع على هاي الأوراق وأخذ من عندي 100,000 دولار. قال سيدنا أنا كنت فقير وإلى الآن، وفي شقة صغيرة كان مستأجرها، 100,000 دولار هواية يغير حياتي. قلت له ما أسويها. فكر أنا أريد أزيد السعر. قال لي 200,000. قلت له ما أسويها. قال 300. قلت له ما أسوي. وصل إلى 1,000,000. أخذ 1,000,000 دولار وقع على هاي الأوراق. قلت له ما أسوي. التفت إلي قال أقتلك، أقتلك. قلت له هاي الدولة قانون؟ قال نقتلك بطريقة نقدر نتخلص من القانون. شلون كان صدام حسين الضحية يقتله بالسيارة ويمشي في جنازته. يقول مرة واحدة شفت أنا في موقف الحر، في موقف الحر، إما أن أستلم 1,000,000 دولار وأخلي الناس يأكلون لحم الحرام، وإما أن أقبل بالموت كما قبل الحر. قلت ما أسويها. قال طلع برا يم الباب، قال نقتلك بطريقة ما حد يعرفها، وطلع. قال صدقني لمدة شهر أنا لما أريد أطلع من الغرفة أريد أنزل من الدرج أحسب حساب ليكون واحد وراي متفقين أنه يدفعني بالشارع، أريد أقطع الشارع عرض الشارع أطالع منه ومنك لتكون سيارة تجي تقتلني. إلى أن هو اتصل بي قال أنت ما قبلت 1,000,000، دولة أخرى المسؤول مالهم هنا أنا وقعها بأقل مما قلت لك، يعني أقل من 100,000. خلي الحر بالنسبة لك أسوة، أسوة فيما فعل، وانتهى أمره إلى الشهادة في سبيل الله. والذين يزرون
الإمام الحسين هذه الأيام يقصدونه. ما أدري أنتم رايحين زرتوا الحر ولا لا، بس عادة من يزور الحسين سلام الله عليه يطلع 5 كيلومترات ويزور الحر بن يزيد الرياحي. شي يقول له؟ السلام عليك يا حر ابن يزيد الرياحي، أنت الحر كما سمتك أمك. سلام عليكم ورحمة الله، أنت حر. زين، بعد أن كل واحد من شهداء كربلاء قدوة. صلوا على محمد. أي واحد من عندهم تأخذه قدوة حسنة لك، اتخذه قدوة في حياتك. شوف ما تخسر، قطعا ما تخسر، مع الله ما حد يخسر، مع الحسين ما حد يخسر. انظروا إخواني، يمر على ذكرى مقتل الإمام الحسين 1385 عام، 1385 عام الحسين قتل سلام الله عليه في 61 للهجرة. القاسم حي أم ميت؟ قاسم ابن الحسن شاب لم يبلغ الحلم، ما كان بعد بالغ، صحيح احنا نعتبره معرس، وعادة في ليلة القاسم يسوون شموع وزفة القاسم يعتبره، بس هو ما كان بالغ، لم يبلغ الحلم بعد باتفاق الذين كتبوا المقاتل، بس صار نموذج للمراهق المؤمن. شنو من عنده أقدر أقلده فيه؟ أولا البصيرة، هذا إمام صحيح عمي بس هو إمامي، أنا لازم أتبعه. خرج معه من مدينة إلى مكة، من مكة إلى كربلاء. الأمر الثاني، يدور مسؤولية ما يدور متعة. اليوم الشباب وين رايحين؟ على المتعة، والله هذا الفيلم من هذا الفيلم، ذاك الفيلم من هاي اللعبة لديش اللعبة، في حياتهم كلها يقضوها هكذا. القاسم شنو كان همه؟ أنت قل لي ما همك أقول لك من أنت، لأن همك يؤدي إلى همتك. إذا كان همك اللعب فطول عمرك رايح وراء اللعب، مد إيدك بجيبك، شوف صار لك 10 سنوات لعبت أكو شي تحصل بجيبك، فرد نص فلس. لا، أغلى الأشياء صرفتها على الألعاب عمرك. تدري شو وقت واحد يعرف قيمة العمر؟ عند الوفاة. ده يموت يريد بل كيف ساعة بعد يقبل، يبقى ساعة يبقى بعدين يموت، ماكو أجل، أجل أجل ساعات أيام أعمار كلها ضاعت في الألعاب. القاسم عنده هم وعنده هم. ليلة العاشرة الإمام الحسين يخطب، وحينما لم يبق مع الحسين إلا الخلص من أصحابه، ترى بعض الجماعة في ليلة العاشر تركوا الحسين ليلة العاشر، لكن يوم اللي بعد ما بقى إلا الخلص، قال وإني ألا وإني لا أعرف أصحابا خيرا ولا أبر ولا أفضل منكم، ثم بشرهم بأنكم غدا كلكم تقتلون. قال لهم روحوا ما فاد ذا، قال كذا برير قال كذا، الجماعة كل واحد حكى فرد حكي، أبا عبد الله أكلتني السباع حيا إن فارقتك، والله لوددت أنني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، يفعل بي ذلك 1000 مرة لما فارقتك. خلاص مختارين، عارفين عدم بصيرة، هذا إمام مفترض الطاعة، تخالف عن خالفت الله، خالفت الله يعني جهنم. قال لهم كلكم تقتلون، ويصل العدو إلى الخيام. قاسم قاعد ذاك الصوب آخر شيء دا يستمع للحسين، فكر في نفسه زين أنا ذاك الوقت حي، أنا شنو دوري إذا قتلوا الرجال ووصلوا إلى النساء؟ شوف قاسم عنده غيرة، ما
مثل منه؟ مثل جد علي بن أبي طالب. سبحان الله، أنا لاحظت أن القاسم في كثير من أموره يشبه جد علي بن أبي طالب. مثلا يوم اللي بسر بن أرطات هاجم الأنبار والإمام علي بعدين وصل الخبر، كانوا قرط المرأة يأخذوها من المسلمة ومن المعاهدة، واحدة غير مسلمة بس تحت حماية الإسلام، تحت حماية الدولة الإسلامية. فصعد الإمام على المنبر ولطم وجه نفسه، ضرب على وجهه، قال لو أن امرأ مات من هذا كمدى ما كان عندي ملومة، غيرة ما عندكم؟ هذا الرجل يجي يهجم على النساء، قاسم أخذته الغيرة. زين أنا وين؟ يوصلون للمخيم؟ رفع إيده، تفضل. قال يا عم أنا في من يقتل، لكن عم ما يريد يخبره، هو يدري. بعد شهر أقل قيل 13 سنة، يقول 14 سنة يعني في هذا الحدود، قال أبني كيف الموت عندك؟ قال فيك أشهى من العسل، فيك أنت أشهى من العسل، أنا دورة فيك أشهى من العسل. زين صار يوم العاشر قتل من قتل إلى أن وصلت النوبة إلى القاسم. القاسم أول شيء أجي استأذن من عمه، الكل كان يستأذن، بعضهم كان يستأذن الإمام ميطي أول مرة الإذن، مرة ثانية، مرة ثالثة، على كل حال. وسبحان الله أول من أذن له الحسين منذ البداية هو علي الأكبر ابن الكبير، كان أكبر من بقية إخوانه حسب ما أنا توصلت إليه، كان أكبر من الإمام زين العابدين وفدى نفسه للإمام زين العابدين، لأن ابن البكر قدمه روح قاتل، ويوم اللي رجع قال له ارجع ارجع حتى تقتل ما معناه، فسرعان ما يسقيك جدك بكأسه الأوفى شربة لا تضمأ بعدها أبدا. القاسم يوم اللي أجى الإمام الحسين تأمل في أنه يعطي إذن، قال له أنت ابن أخويا، أنت من أخي علامة، تدرون الإمام الحسن دوره كلش واضح في كربلاء. أولا ما قاله للإمام الحسين يوم اللي جاء الإمام الحسين يقذفه كبده في الطشت، فالإمام الحسين تأثر، أخوه دي يموت دي يلفظ كبده، قال لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. زين القاسم ابن الإمام الحسن، وبعد منه عنده الإمام الحسن عنده فاطمة بنت الإمام الحسن زوجة الإمام زين العابدين أم الإمام الباقر، يعني سبعة من الأئمة بما في ذلك صاحب الأمر من أولادها كانت في كربلاء مع ولدها الباقر وعمره 5 سنوات. الإمام الباقر هي بنت إمام وزوجة إمام وأم إمام، ما عدنا مرة هالشكل في هالمقام، كانت موجودة في كربلاء. وهذه على الظاهر ماتت في طريق الكوفة إلى الشام، كانت موجودة في كربلاء، كانت موجودة في الكوفة قطعا ويقينا، ثم تنقطع أخبارها، وهنالك مرقد لها ينسب إليها وهي الشريفة بنت الحسن. احنا ما عندنا في بنات الإمام الحسن واحدة اسمها شريفة، ولا في أحفاده واحدة اسمها شريفة. شريفة يعني السيدة. أولاد الإمام الحسين يسموهم سادة، أولاد الإمام الحسن يسموهم شرفاء. على الظاهر أنها ماتت هناك، جرحت طبعا في كربلاء يوم اللي هجموا على المخيم، تحملت ما تحملت، ثم توفاها الله هناك ودفنها الإمام زين العابدين بعد أن غسلها، لأن الصديقة لا يغسلها إلا صديق، وإمامان قال عنها صديقة، الإمام زين العابدين والإمام الصادق، قال لم يكن في أولاد الحسن أفضل منها هذه المرأة. قال أنت من أخي علامة، خليك بعد. فتوسل بالإمام، قبل يديه قبل رجليه، أذن له، طلع برا ما لابس لامة حرب ولا خوذة. ليش؟ إذا قلت ليش
لامت الحرب للكبار، هذا طفل خوذة للكبار، ماكو خوذة بقد راسه، ماكو شيء يلبس. فخرج وفي رجليه نعلان، طلع الناس تعجبوا، هذا بعد منه؟ هذا شنو هذا الطفل جاء؟ لكن القاسم عنده همة عالية، تدري منو اللي كان يريد يقتله؟ القاسم قصد عمر بن سعد، عين علية يريد يوصل إلى، همة عالية، همة كبير، فهمته عالية، قصد عمر بن سعد. السجايدة يمشي حافي، قتل منهم حسب الروايات، قتل منهم البعض على يده، فانقطع شسع نعله. حميد بن مسلم الصحفي اللي كان دازع عمر بن عبيد الله بن زياد إلى كربلاء حتى يدز الأخبار، قال ولا أنسى أنها كانت اليسرى. شوف الإمام علي في ذيقار، أقول لك إشبه جد الإمام علي في ذيقار، جايين جماعة يردون يبايعون الإمام علي، دوروا عليه ما موجود، منك خلف الخيمة الإمام علي قاعد يرجع نعاله. ابن عباس اجى، يا أمير المؤمنين الجماعة جايين يبايعوك، يصيرون جنودك، يقتلون بين يديك. الإمام ما يلتفت إليه، مرة ثانية مرة ثالثة، قال ما قيمة هذا النعل؟ هذا النعل شقد قيمته؟ قال يا أمير المؤمنين شعلنا بالنعل. قال قل لي كم قيمته؟ قال الدرهم أو بعض الدرهم. نعل فردت نعل شقد قيمته؟ قال والله إنها لأحب إلي من إمرتكم هذه، إلا أن أقيم حقا أو أتحض باطلا. كل هاي الإمارة عندي فردت نعل، فردت نعل عندي. القاسم سواها في كربلاء، انقطع الشسع نعله، اتفي حالة حرب. بس ترى ما يزن جيش عبيد الله بن زياد 30,000 مدججين بالسلاح متعطشين لدمه ودم الحسين، ما يزنهم إلا بمقدار الشسع نعله، متسمون بقد نعلي. أنتم كروني ها متعجبين أنا منو؟ أنا هاشمي، أنا أحمل روح النبي. أنتم كروني فأنا نجل الحسن. زين، الجماعة كعادتهم جماعة لؤماء، جماعة يغدرون يفجرون، كما قتلوا عليا من خلفه في محراب عبادته، قتلوا القاسم من خلفه وهو مشغول بسد شسع نعله. حسن بطل، حسن عنده طموح، حسن وكذلك ولده. القاسم شجاع، القاسم بطل، القاسم بايع نفسه لله، مو مهم عنده شيء يصير، هو طالع برا حتى ينقتل، ما يريد يشوف الهجوم على النساء صاحب غيرة، ما يكون في هاي الدنيا، يريد انقتل يروح. هذا مو قدوة حسنة لشبابنا، ولا فلان واحد اللي ما معروف أصل من فصل، راسه من كرياسة، وهذا شوي يلعب زيف بطولة مزيفة، يطفر من جبل على جبل بالفيلم، لكن ببيته يخاف من صرصور، مثل ما شفنا رئيسهم هذا المتجبر المتكبر، تاليه يروح داخل حفرة يطلعوه مثل ما يطلعون الجريدي. وينك انت وشجاعتك؟ الناس ينقتلون نيابة عنك، 35 كيلومتر قصورة، قصور صدام 35 كيلومتر، وعدة فدائيين، ايه تروح انقتلوا؟ لا هو انقتل في معركة ولا أولاده. على كل حال القاسم شجاع، القاسم بطل، القاسم مؤمن بالله عز وجل، يعرف هذه الدنيا ممر لمقار، هاي الدنيا على كل حال تنتهي. قتلوا القاسم، الإمام الحسين جاء كالصقر المنقض، لأنه نادى في أواخر لحظات حياته، نادى يا عم
لقد قتلوني. أجل الإمام صارت غبرة. طبعا أول من قتل بالقاسم قاتلوه، هذا الأزدي اللي قتل القاسم صار غبار. أجل الحسين عليه شافه مشغول يريد يذبح القاسم يقطع راسه، فشال الإمام السيف وضرب عليه، مد إيده، إيده طارت، فنادى العسكر، العسكر إجوا ينقذوا. تحت حوافر الخيل مات إلى جهنم، لا دنيا ولا آخرة. اللي مثل قاسم يبقى في الدنيا ويبقى في الآخرة، وإلى ملايين مليارات السنوات يزداد القاسم بن الحسن نورا، ويزداد بطولة، ويزداد الناس ينادون باسمه ويبكون عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله يا مهدي حجة الله يا فرج الله، فرج الله يا مهدي حجة الله يا مهدي علي علي عجل اللهم فليداوي اللطمة، عجل اللهم